الأرقام بتكشف لنا الحقيقة، بتنورنا، بتدلنا على الطريق الصحيح. وأرقام وزنة 2019 بتقول إن كل الفلوس اللي هتتوفر من ترشيد دعم المواد البترولية هتتصرف على الصحة والتعليم وتكافل ومعاشات وزيادة مرتبات، يعني خدمات يحس بيها المواطن اللي تحمل كتير، اللي ساند البلد في وقت أزمتها، اللي ساعدها عشان تقف على رجليها. المواطن ده فعلا يستحق مستقبل أحسن ليه ولولاده، ويكون متأكد إن البلد معاه واقفة جنبه. برامج الحماية الاجتماعية أولوية عند الحكومة المصرية. ترشيد دعم المواد البترولية الشريحة الأخيرة علشان الدعم يوصل لأصحابه.